تبارك الرحمن ما شاء الله بسم الله. وائل تشير بس تعليقا على فقره الورحب، يكفي ان اول من دشنت الانشوده الترحيبيه الانشوده الفرديه مو بتنشد الفرديه لغير المنشدين كانت انشوده مين اللي ضحى عشاني خوره كانت هنا، وثمان شباب ما شاء الله صاروا ينشدون. واسمح لي اني اليوم ادشن الانشوده الجماعيه عند المشاركه الجماعيه، يصير يعني في البرنامج خلص الموارد الفرديه طلع ان شاء الله تبارك الله منشدين زي الشيخ فهد وهاني وباقي باقي لين انتهي البرنامج بصير حتى انا معكم. نعم لكن من اليوم ان شاء الله ندشن الاناشيد الجماعيه، تسمح لنا في هذه الفقره الانشيد الجماعي. اي انا معكم انا بمشي معكم، دعونا نناجي. هاي يا شباب يلا انا معكم توكل على الله. يلا يلا ها 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 دعونا ننادي مولا جليلا إذا الليل أرخى سدولا دعونا ننادي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا دعونا ننادي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا ها 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 طبعاً هذه البداية اليوم، وإن شاء الله يعني يصير الأناشيد الجماعية ديداً في البرنامج. هلا هلا ودي الجمهور يقصون النشيد الأصلي ويحطون المقطع اللي يشدونه عادي بشوف الأفضل وين. لا لا مو الأفضل حنا أكيد، لكن في البداية تعرف أوعدك إن شاء الله الجاي ندش الأناشيد الجماعية كثير بس الشباب اللي يحفظون. وصلت العفاسي أنت ما شاء الله ما بقيت أحد، لكن ودي يحطون النشيد الأصلي والنشيد هذا لأن نبغى نوضح موهبتنا هذه للناس. أنا أعرف إنه في حتى أحد أمرين، شوف يا أنهم يثنون على النشيد وتنسخ ما قبل، شفت يا أنهم يدعو لنا بالشفاء العادل. لا لا إن شاء الله يدعو لنا بالشفاء العادل. أبو محمد أبغى نسمع تشريف والله يطلعنا. الله يسعدك يبارك فيك. قال في دورة الإدراك والفكر رجحت إن القناعة كنز والرزق ملحوق، همشت صناع